اتكلمنا في الماتريسيز عن الاوردر بتاع الماتريكس، ازاي اعرف او اعمل الاوردر بتاع الماتريكس واحدد الاوردر بتاعها من حيث الرو والكولمز، انواع الماتريسيز ايه، ازاي اجيب الترانسبوز بتاع الماتريكس، ازاي اعرف الماتريكس انتي سيمتريك ولا سكيو سيمتريك واللي بيميزها ايه. واخدنا assignments على الكلام ده وحلينا المفروض على النقط دي وحلينا homework والدنيا كانت نوعا ما ظريفة. النهاردة هنخش في الدرس تاني اللي هو آخر حاجة عندنا في منهج مارس في الألجبرا، اللي هو adding and subtracting matrices. adding and subtracting matrices. ازاي اقدر اعمل addition واعمل subtraction للماتريسيز. بمنتهى البساطه الدرس ده يعتبر يا جماعه من الدروس السهله جدا جدا، تافهه قوي، بس محتاجه من حضرتك تركيز. بص خلي بالك من اللي انا بقوله، محتاجه من حضرتك تركيز، تركيز في البلس والماينس. يعني كل الاخطاء اللي حضراتكم هتقعوا فيها اخطاء في البلس والماينس، انما غير كده انا شايف ان الموضوع تافه جدا. ايه الشرط الاساسي ان انا اقدر اعمل ماتريكس A بلس او ماينس ماتريكس B؟ قال لي اهم حاجه ان لازم يكون A and B having the same order. same order زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، قلت لو الماتريكس A مثلا 2 by 3 يبقى لازم تبقى الماتريكس B برضو 2 by 3، لو الماتريكس A 3 by 3 يبقى الماتريكس B 3 by 3 وهكذا. ده أول شرط وأهم شرط فيهم، غير كده مش هقدر أعمل بلس أو ماينس. متفقين؟ طيب المفروض إن الأنسر بتاعتي تطلع ماتريكس جديدة الأوردر بتاعها نفس الأوردر بتاع A وB، يعني لو الـ A 2 by 3 والـ B 2 by 3 الـ C هتبقى 2 by 3 برضو، لو الـ A 3 by 3 والـ B 3 by 3 الـ C 3 by 3. طيب example بسيط جدا كده، الراجل يقول لي لو انا عندي الماتريكس A عبارة عن 3 و 2 و 5 1 و 0 و 8 مثلا، والماتريكس B عبارة عن 4 و 1 و 0 و 3 و 2 و negative 1، وعايز اعمل A plus B. اقول له A plus B equals 3 و 2 و 5 1 و 0 و 8 plus 4 و 1 و 0 3 و 2 و negative 1. هعمل الاديشن بتاعي بمنتهى البساطة ان انا هاخد 3 plus مع ال 4 ال corresponding مع بعض، هيطلع ال answer 7. 2 plus 1 3 5 plus 0 5 1 plus 3 4 0 plus 2 2 8 plus negative 1 7. وكده انا طلعت الانسر بتاعتي. ونفس الكلام بالنسبه للماينس. ايه ده بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. طب ما لو كده الموضوع جميل، اما انا قلت الموضوع سهل، بس محتاج من حضرتك ان انت تركز في البلس والماينس، عشان في ناس لسه ستيل لحد دلوقتي حتى في اولى ثانوي بتتلخبط في البلس والماينس. فنحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى تركيزنا عالي في الموضوع ده شويه، خلاص، وناخد بالنا واحنا بنعمل بلس وماينس. طيب تعالوا ناخد اكزامبل بسيط كده من الاكزامبلز اللي احنا حاطينها. بيقول لي عندي ماتريكس A عباره عن 1 نيجاتيف 2 3 و 5 4 و 2، والماتريكس B عبارة عن negative 1 negative 2 و 5 1 و 3 و 2، والماتريكس C عبارة عن 2 0 negative 1 و 3 و 4 و 6. بيقول لي find each of the following if it's possible. عايز يجيب 2A plus C transpose، وعايز يجيب B plus C. يلا بينا. number 1، هجيب ازاي 2A plus C transpose
هو بيقول لك if possible. if possible يعني لو امكن، هو ممكن يكون ما ينفعش، عشان كده هو قال لك if possible. طيب يلا بينا، همسك 2 multiplied by matrix A اللي هي 1 و negative 2 3 و 5 4 و 2 plus C transpose. هعمل الترانسبوز بتاع C ان انا اخد الرو احوله كولوم. اوكي هيبقى 2 0 negative 1، اخد الرو تاني احوله كولوم 3 و 4 و 6. طيب يلا بينا اعمل ال 2 تايمز الماتريكس A ازاي؟ قال لك ده اعمل ديستريبيوت 2 لكل element جوه في الماتريكس، هيبقى 2 تايمز 1 2، 2 تايمز negative 2 negative 4، 2 تايمز 3 equals 6، 2 تايمز 5 equals 10، 2 تايمز 4 equals 8، 2 تايمز 2 equals 4. يعني ال 2 اتعمل لها ديستريبيوشن على كل element، 2 دخلت مع ال 1 ومع 3 ومع ال 4 ومع ال negative 2 ومع ال 5 ومع ال 2 plus 2 و 3 و 0 و 4 و negative 1 و 6. يلا بينا نعمل بقى ال addition operation عادي جدا اهو. هقول ايه 2 plus 2 4 negative 4 plus 3 negative 1 6 plus 0 6 10 plus 4 14 8 plus negative 1 7 4 plus 6 10. وبكده انا طلعت الانسر بتاعتي. question number 2 بيقول لي عايز اعمل b plus c. طب ما اجي ابص على الماتريكس b هلاقيها negative 1 و negative 2 و 5 و 1 و 3 و 2، واجي ابص على الماتريكس c هلاقيها 2 و 0 و negative 1 و 3 و 4 و 6. لو جيت ركزت هلاقي ان الماتريكس b الاوردر بتاعها 3 by 2، row الثاني الثالث يبقى 3 rows 2 columns. طب والماتريكس C عباره عن 2 by 3، قال لك بس الاوردر هنا اختلف يبقى impossible ان انا اجيب الاديشن، عشان كده الراجل قال لي if possible. if possible if possible يعني لو امكن. تمام اوكي يلا بينا another example. عايزكم تحلوا لي solve دي لوحدكم، واللي يخلص يعمل raise hand. تفضل.
تمام. اللي يخلص يا جماعة حل يعمل ريز هاند عشان نتأكد ان حضرتك حليت. أحمد جابر لا يا مستر، خلصت ولا لسه؟ لا واقف فين؟ لا، انا مش انا ما حضرتش الحصه الاولى اساسا، قلت كلمه شروط تبع ثانيه ما بعتهاليش. طب أنت يعني طلبت منها الحصة إمتى؟ النهارده طب الصبح يعني ولا بالليل ولا إمتى؟ ايوه الصبح، النهاردة الصبح؟ ايوه هي ما بعتهاش، اسأل تاني. طيب يعني اسأل تالت، يعني انا عايزك تتابع الموضوع ده عشان تبقى قاعد تبقى فاهم انا بقول ايه، فاهم قصدي حاضر ايه؟ حاضر، هقولها تاني دلوقتي. تمام حاضر تمام ما بعد الحصة بقى. ماشي، ماشي، ركز معايا. طيب ركز معايا في اللي انا بقوله دلوقتي. يلا بينا يا شباب، الناس كلها تتشيك معايا اللي هي حلته. بيقول لي if a equals 5 negative 2 و3 و4 و b equals 4 و negative 3 و negative 1 و8. تمام، نيجاتيف 1 و8، then find 1 over 3 multiplied by a plus b transpose. يبقى انا step number 1 هحسب ده a plus b transpose. تعال نشوف بنكالكليت الكلام ده ازاي. a 5 و negative 2 و3 و4 plus b transpose، هاخد البي هعملها ترانسبوز. يعني ايه ترانسبوز؟ يعني باخد الرو بحوله كولوم، باخد الرو بحوله كولوم. جميل، المفروض كل الكلام ده multiplied by 1 over 3. يلا بينا، 5 plus 4 9، negative 2 plus negative 1 negative 3، 3 plus negative 3 0، 4 plus 8 12. بعد كده distribute بقى ال 1 over 3، تخش times هنا وهنا وعند 0 وعند 12، تطلع الانسر بتاعتي عبارة عن 3 و negative 1 و0 و4. ودي تبقى الانسر بتاع حضرتك. لحد كده في مشكلة؟ اوكي. ريم، ريم ريم مع حضرتك. انت لسه داخلة دلوقتي؟ ايوه يا مستر، بقول لك انت لسه داخله دلوقتي يا ريم. لا هو انا دخلت في الاول خالص بس النت قطع مني ولسه داخله دلوقتي. تمام، اتفضلي. لا دخلت قبل كده بس تمام النت قطع وطلعني تمام ولسه تمام داخله اوكي تاني. تمام اوكي. يلا شباب، الاكزامبل ده يعتبر من الاكزامبلز المهمه جدا، تمام، عشان يوصل لك معلومه حضرتك هتتعامل معاها as a rule بعد كده. بيقول لي if a equals 2 3 negative 1 و 5
و6 و7 and b equals 0, 4, 2, negative 3, و4, و negative 8. بيقول لي check that إن a plus b all transpose equals a transpose plus b transpose. يعني إيه check that؟ يعني راجل عايز يقول لك دي ريمارك إحنا هناخدها بس حضرتك اثبتها بإيدك. هو ده check that يعني. يعني كأنه بالظبط بيقول لك prove that. فحضرتك بمنتهى البساطة هتحسب الـ left hand side اللي هو a plus b all transpose. إيه ده؟ ثانية واحدة. A plus B all transpose ال A اللي هي 2 و 3 و negative 1 و 5 و 6 و 7 plus ال B اللي هي 0 و 4 2 و negative 3 4 و negative 8 وطلع الانسر بتاعتي 2 plus 0 equals 2 3 plus 4 equals 7 negative 1 plus 2 equals 1 5 plus negative 3 equals 2 6 plus 4 equals 10 7 plus negative 8 equals negative 1. ده عبارة عن A plus B all transpose. فحضرتك هتاخد اللي انت طلعته ده تعمله transpose ازاي؟ إن أنا هاخد الرو أحوله كولوم 2 و 7 هاخد الرو أحوله كولوم 1 و 2 هاخد الرو وأحوله كولوم 10 و negative 1. ها لحد كده في مشكلة؟ ودي هسميها نمبر 1. بعد كده همسك الرايت هاند سايد right and side اللي هو A transpose plus B transpose. همسك ال A اعملها transpose هاخد ال 2 و 3 row هكتبه column negative 1 و 5 6 و 7 plus B هعملها transpose 0 و 4 2 و negative 3 4 و negative 8. تمام كده؟ وأطلع الأنسر بتاعتي. هعمل 2 plus 0 equals 2 negative 1 plus 2 equals 1 6 plus 4 equals 10 3 plus 4 equals 7 5 plus negative 3 equals 2 7 plus negative 8 equals negative 1. وسمي دي number 2. لما اجي اعمل check حضرتك تركز اهو الرو 2 1 10 2 1 10 7 2 negative 1 7 2 negative 1 يبقى معنى كده ان left hand side equals the right hand side. الراجل عايز يوصل لحضرتك ايه؟ قال لي انا عايز اوصل لحضرتك معلومة في منتهى الاهمية. ايه هي؟ ان حضرتك لو عندك a plus b all transpose تقدر توزع الترانسبوز على ال a وعلى ال b. بمعنى لو انا عندي بعد كده a plus b plus c plus d plus e all transpose قال لي دي عبارة عن A transpose plus B transpose plus C transpose plus D transpose plus E transpose. وحضرتك أثبتت الكلام ده دلوقتي. ها لحد كده في حد عنده مشكلة؟ تمام يلا بينا.
عايز حضراتكم تحلوا لي الاكزامبل ده، او استنوا انا احل معاكم الفكرة دي وبعد كده هديكم حاجة تحلوها انتوا. بيقول لي find the values a و b and c satisfy the equation this. يلا بالراحة كده هديستريبيوت 3 هنا وهنا وهنا وهنا، هيبقى 3a 3b 3c و 9 equals هديستريبيوت 2 في الماتريكس، هيبقى 2a 12 negative 2 و 6 plus 4 و b plus 4 و c plus 3 و 3. حازم اتفضل. لا خلاص مفيش حاجة. اوكي هطلع ناتج الاديشن بتاع الاثنين دول. يلا بينا بالراحة كده. لما اطلع ناتج الاديشن هيبقى 2a plus 4 ب2a plus 4، لان دول unlike terms ما يتجمعوش. 12 plus b plus 4 هيديني b plus 16، لان حضرتك المفروض تعمل b plus 4 plus 12، دول like terms يتجمعوا يديني b plus 16. طيب تحت هنا negative 2 plus c plus 3 هيديني c plus 1، لان حضرتك لما تيجي تجمع تم negative 2 مع 3 يديني positive 1. and finally 6 3 9 كلام ده equals 3a 3b 3c و 9. يلا نعمل comparing، هيبقى 3a equals 2a plus 4. أجي تحت كده أقول له 3a equals 2a plus 4، هودي 2a هناك بالماينس، يبقى 3a minus 2a equals 4. هجمع like terms هيبقى a equals 4 وبروس. يلا بينا، هيبقى 3b equals b plus 16. 3b equals b plus 16. اخد البي ادخلها بالنيجاتيف، يبقى 3b minus b equals 16. يعني 2b equals 16، من هنا b equals 8. بعد كده هقول 3c equals c plus 1. 3c equals c plus 1. هاخد البوزيتيف سي ادخلها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى 3c minus c equals 1، يبقى 2c equals 1، من هنا c equals half. وكده انا جبت ال a وال b وال c. صعب الكلام ده؟ اوكي يلا بينا. في عندي واحده try to solve اهي، الناس كلها تحلها وتطلع الـ A والـ B والـ C. اتفضلوا.
تمام يا شباب، الله ينور. تمام. شاهد ايدينا شوية يا جماعة. أروى، أيوة أنا خلصت خلاص هبعتها. لا لا لا، أنا عايز أتكلم معايا. يلا أوكي. هنا بيقول لي 3 multiplied by A B C negative 2 equals 2 multiplied by A plus 1 و 3 و negative 1 و 2 بس. 2 4 plus b و c plus 3 و negative 10. يلا بالراحه كده. step number 1 هديستريبيوت 3 هنا. اوكي هتبقى 3a 3a 3b 3b 3c ايوه و negative 6 negative 6. distributed 2 في matrix دي. يلا بينا. 2a plus 2 2a plus 2 برافو عليكي. وبعد كده 6 بعد كده negative 2 بعد كده 4 بعد كده negative 4 وهنا 2 و 4 plus b و c plus 3 و negative 10. تعالي نطلع نتيجة الاديشن ده.4a plus 4 4a plus 4. How come شو تتعملي دول plus؟ oh انا sorry I'm two times هتبقى 2a plus 4 2a plus 4 و 6 plus 4 plus b
10 plus b ونيجاتيف 2 plus c plus 3 plus 1 c plus 1 و 4 minus 10 ونيجاتيف 6 نيجاتيف 6 برافو. وهنا طبعا دي تنزل زي ما هي. ال comparing بقى اخذ 3a اسويها ب 2a plus 4 يلا هيبقى 3a equals 2a plus 4 هترانسفير 2a بالنيجاتيف يبقى 3a minus 2a equals 4 يعني a equals يبقى a equal 4 يلا بينا 3b اسويها ب 10 plus b يبقى 3b equals 10 plus b هترانسفير البوزيتيف b يبقى 3b minus b equals 10 equals 10 يبقى 2b equals 10 يبقى b equals 5 بعد كده 3c equals c plus 1 3c equals c plus 1 transfer يبقى 3c minus c equals 1 يبقى 2c equals 1 يعني c equals a برافو عليك وكده جبت ال A وال B و C تمام برافو يا نور اتفضلي حد كده يا جماعة حد عنده مشكلة؟ طيب كلام ظريف يلا بينا عايزكم تحلوا لي دي تمام
يلا شباب نشاهد شوية. أحمد وليد، ايوه يلا حل معايا. تمام. بيقول لك هنا find the value of 2a plus 3c minus 2b. خلينا نتفق إن إحنا نعوض بطريقة سامبل جدا، أدي 2 multiplied by matrix A اللي هي negative 3 و2 و0 و-negative 2 plus 3 multiplied by matrix C 3 و2 و2 و1 minus 2 times the matrix B اللي هي 2 و0 و0 و5.2A هتبقى negative 6 هعمل distribute the 2 هيبقى negative 6 و4 4 0 0 negative 4 negative 4 برافو. بس 9 6 6 6 3 minus 4 4 0 0 0 10. برافو عليك. تعالى بقى بس ايه بسن التركيز شويه، حاجه حاجه بقى. نيجاتيف 6 بلس 9 minus 4. negative 6 plus 9 تدي لك 3. 3 minus 4 يديني كام؟ negative 1. برافو عليك. بعد كده 4 plus 6 10. 10 minus 0 10. 10. 0 plus 6 6. 6 minus 0 6. 6. negative 4 plus 3 negative 1. negative 1 minus 10 negative 11. كده حضرتك خلصت. أخدت بالك الموضوع بسيط جدا جدا، بس محتاج إيه؟ تركيز تركيز، عينيا ما تسرحش في البلس والماينس، ولو الدنيا هتوه معايا يبقى الجا للكالكليتر لو امكن، يعني لو الدنيا قفلت خالص. تمام. احمد جابر اتفضل. احمد جابر. ايوه مستر. الريز هاند دي انت في بتسال على ايه؟ معلش ثانية، البي دي مش المفروض ان هي نيجاتيف 2 تايمز 2؟ لا حبيبي انا سبت النيجاتيف بره، خلاص سبت النيجاتيف ايه بره ودخلت 2 تايمز 2 4، وبعد كده 2 تايمز 0 0، 2 تايمز 0 0 و2 تايمز 5 10. تمام. لو انت عايز تدخل النيجاتيف 2 ممكن على فكرة، بس النيجاتيف 2 كلها تخش وتحط لي هنا بلس، بس انا ما بحبش اعمل كده عشان انت كطالب ممكن تتلخبط. فهمت قصدي؟ تمام. فانت سيب النيجاتيف بره ودخل لي 2 بس، وبعد كده اعملها مساله ماينس. فاهم قصدي؟ كده احسن اسهل، مش اسهل يعني عشان منع للخبطه يعني، بس مش اكتر. اتفقنا؟ تمام شكرا. اوكي العفو اتفضل. طيب يلا بينا another example. شوف الفكرة دي. يلا جوهرية. ال A عندك negative 1 و 1 و 4 و 2 و 5 و 0 و 3 و 7 و 2، وال B عبارة عن 1 و 2 و 3 و negative 2 و 4 و 0 و 0 و negative 1 و negative 3. Find the matrix X such that 3X plus 2B equals A.
واحدة واحدة، أنا عايز أجيب الماتريكس مين يا جوهرية؟ الاكس فتمسكي حضرتك الجزء ده كده وتحليه as a equation، يعني 3x plus 2b equals a، هاخد plus 2b أوديها بالماينس، يبقى 3x equals a minus 2b. بعد كده A3 هناك هتروح بالإيه؟ بالديفايد. خلينا واحنا بنتعامل مع الماتريسيز ما اوديهاش بالديفايدد، اوديها ايه؟ أو يعني هقول له هنا A minus 2B، بدل ما اقول له over 3 اقول له times 1 على 3. فاهم قصدي؟ او ممكن نعمل حاجة اظرف اللي هي ايه؟ انا بتكلم بالنسبة للماتريسيز، خلي 3 زي ما هي مع الاكس واحسبي لي ده. فهقول له هنا 3x عبارة عن ايه؟ A اللي هي negative 1 1 و4 2 و5 و0 3 و7 و2 minus 2 times B 1 و2 و3 negative 2 و4 و0 0 و-negative 1 و-negative 3. خلاص؟ يبقى 3x equals هنزل ال A زي ما هي اهي negative 1 1 و4 2 و5 و0 3 و7 و2 ماينس زي ما اتفقت مع زميلك، وهدخل ال 2 بس، سيب الماينس بره. 2 تايمز 1 2، 2 تايمز 2 4، 2 تايمز 3 6، 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، 2 تايمز 4 8، 2 تايمز 0 0، 2 تايمز 0 0، 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، 2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6. خلاص؟ يبقى 3x equals بالراحه بقى negative 1 minus 2 negative 3 1 minus 4 negative 3 4 minus 6 negative 2 2 minus minus 4 6 5 minus 8 negative 3 0 minus 0 0 3 minus 0 3 7 minus minus 2 9 2 minus minus 6 8. خلاص؟ طب انا عايز اجيب الاكس هعمل ايه بقى؟ هودي 3 بالايه؟ اعملها تايمز بديفايدد بديفايد، امسك كل ترم اعمل ديفايدد باي 3. نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 على 3 ها 2 نيجاتيف 1 0 1 3 8 على 3. كده انت خلصتي. صعب الكلام ده؟ لا تمام. فهمت الفكرة؟ اه. يا جماعة في حد عنده مشكلة؟ أي حد عنده مشكلة يعمل raise hand. طيب يلا بينا واحدة لوحدكم. وروني كده ممكن تعملوا دي ازاي؟ قبل بس ما يعني حضرتك تبدأ في دي، أنا عايز أدي ريمارك صغيرة. المفروض أنا قلتها الحصة اللي فاتت، بس إيه هزوق يعني هقولها تاني. إحنا عارفين الـ identity لما تبقى 2 by 2 عبارة عن 1 0 0 1، والـ identity matrix اللي هي عبارة عن 3 by 3 عبارة عن 1 0 0 0 1 0 0 0 1. الـ principal diagonal equals 1 أهو. لما راجل يقول لي مثلا 2i والi دي 2 by 2، قال لي خلاص بدل ما تبقى 1 0 0 1 هتبقى 2 0 0 2. ايه يا عم ال 2 دي؟ قال لك مش هي 2 times i؟ يبقى حضرتك هتمسك ال 2 تدخلها لي times matrix يبقى 2 0 0 2. طب لو 5i 5 0 0 5. طب لو 9i بس الi عباره عن 3 by 3 هنا، يبقى 9 0 0 0 9 0 0 0 9 وهكذا. يلا بينا الناس تبدأ تحل السؤال اللي فوق ده. اتفضلوا واللي يخلص يعمل ريز هاند.
تمام يا شباب. تمام الله ينور. طيب سلام يا سيف. بيقول لك ايه يا سيف؟ انا ماتريكس A وماتريكس B. find the matrix X where 3A minus 2B equals 2X minus 3I. خلينا ناخد negative 3I وديها بالpositive، يبقى 2X عبارة عن ايه؟ 3A minus 2B plus 3A. يلا 3 times A اللي هي 2 و 4 و negative 2 و 0 minus 2 times B minus 2 و 4 و half plus 3I اللي هي اتفقنا 3 0 0 3. وزع لي يلا 3 هنا يبقى 6 x 12 negative 6 0 minus زي ما هي 1 و negative 4 ايوه تمام و 8 و 8 و 1 بس 3 0 0 0 0 3. يلا بالراحة بقى 6 minus 1 5 plus 3 8 12 minus minus 4 16 plus 0 16 negative 6 minus 8 negative 14 plus 0 negative 14 0 minus 1 negative 1 negative 1 plus 3 2. الكلام ده equals كام يا هندسة؟ 2x يبقى ودي 2 بال divided. الله ينور عليك. يبقى x عبارة عن ايه؟ يبقى 4 8 و 8 negative 7 1. برافو عليك الله ينور. اتفضل يلا بينا. الناس كلها دلوقتي وصل لها assignment من 3 دقايق على رجوة. كلنا نتشيك واللي يوصل له assignment يعمل raise hand. مستر هو انا عندي سؤال. اتفضل. هو مش احنا عمال لا خلاص خدت بالي، كان عندي سؤال بس لا خلاص مفيش مشكلة يا ملك مفيش مشكلة. سر انا عندي سؤال. اتفضلي. هو احنا عرفنا ازاي ان 3i equal 3 و 0 و 0 و 3؟ ما هو انت ما خدتش بالك من الهنت اللي انا قلتها فوق. هي مين ال i؟ 1 0 0 1 لو هي 2 by 2، وهو قال لي ان ال i of order 2 by 2. فلما اقول لك 3i يعني دخلي لي 3 بالتايمز، هيبقى 3 0 0 3. تمام تمام. يا جماعه انا 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 قلت من شويه اللي وصل له الاساينمنت يعمل ريز هاند. المفروض الاساينمنت وصل مره واحده للناس كلها. انا شايف ان في ناس لسه ما بتعملش ريز هاند، فانا عايز افهم دول مشكلتهم في ايه.
يا ريم، قولي لي مشكلتك في ايه؟ هو انا منزله الاب ده على موبايل تاني، والموبايل ده دلوقتي مش معايا. ف انت فاتحه ايه يا ريم؟ سؤال سهل قوي، مفيش اي حاجه، ما اظنش ان في حد غلط فيه اصلا. question number 1 بيقول لي 7 و 9 و negative 5 و 0 minus 8 و 2 و negative 5 و 0. الريزلت بتاعتي عباره عن 7 minus 8 negative 1، 9 minus minus 5 14، negative 5 minus 2 negative 7، 0 minus 0 equal 0. هتبقى الانسر بتاعتي negative 1 و14 و-7 و0، كل واحد ده على حسب المالتيبل تشويز اللي هيطلع له، لأن المالتيبل تشويز ترتيبها بيختلف. question number 2 برضو أعطاني minus بس matrix 3 by 3 negative 2، لا هي هنا دي 3 by 4، ماشي مش فارقة كتير كده كده، يعني الراجل بيختبر هل أنتم مستوعبين فكرة الكورسبوندينج ولا لأ. negative 3 0 negative 1 و 11 minus 2 3 و 0 و 0 negative 1 و 5 0 0 0 و 0 و 2 و 3. طلع الانسر بتاعتي بالراحة كده، negative 2 minus 2 negative 4، 1 minus 3 negative 2، 1 minus 0 1، 0 minus 0 0. بعد كده negative 3 minus minus 1 negative 2، 4 minus 5 negative 1، negative 2 minus 0 negative 2، 1 minus 0 1. finally negative 3 minus 0 negative 3، 0 minus 0 0، negative 1 minus 2 negative 3، 11 minus 3 equals 8. هتلاقي دي موجودة عندك في multiple choice. question number 3 بيقول لي suppose that the sum بتاع A plus B plus C، اهو ده بقى ال يعني الجزء اللي انا شرحته في الاول، الجزء النظري اللي انا شرحته في الاول، تمام كده، اللي هو بيتكلم عن ايه، اللي بيتكلم عن الاوردر بتاع الماتريكس. sum بتاع A plus B plus C exist، exist يعني ايه؟ قال لي يعني تعرف تطلع نتيجة السمشن. طيب also we know that the matrix A has two rows، يعني المفروض matrix A احنا بنتكلم عدد الروز وعدد الكولمز، عندها two rows، كام كولم ما اعرفش، يبقى two by حاجة. والmatrix C has three columns، حاجة by three. اما الراجل قال لك ما هو لازم يكونوا كلهم having the same order، يعني معنى كده ان دي 2 باي 3 وال بي 2 باي 3 وال اي 2 باي 3، تمام. والمفروض ان الفاينل ريزلت يطلع نفس الكلام، يبقى المفروض البي عباره عن ايه؟ 2 باي 3، هو بيسال عن البي. وده سؤال يعني انا شايفه حلو على اعتبار ان هو ايه، بيسالك او بيختبر فكره انت فاهم ان لازم يكونوا الماتريسيز هافينج ذا سيم اوردر ولا لا. question number 4 بيقول لي given that x plus negative 6 و negative 8 و 6 و 5 equal 0 matrix، طب انت عايز ايه؟ قال لك عايز الاكس، قال لك خلاص ودي دي هناك بالماينس، هتبقى الاكس equals طبعا 0 matrix عباره عن 0 0 0 0 minus negative 6 و negative 8 و 6 و 5. what the result؟ 0 minus minus 6 ب 6، 0 minus minus 8 ب 8، 0 minus 6 ب negative 6، 0 minus 5 ب negative 5، والحل موجود عندك. question number 5 انا بس ليا تعقيب في question number 5 عشان بس الناس لما تجي لها ريبورت في غلطه هنا بصراحه عندهم، تمام، ان في اثنين في المالتيبل تشويس، مش عارف اخدتوا بالكم ولا لا، اللي خد باله يعمل ريز هاند، في اتنين في المالتيبل تشويس شبه بعض. تمام، ناين اور، في ناس خدت بالها وناس لا. في اتنين في التشوز زي بعض.
فهو حاطط الإجابة الصح على واحدة منهم، حاططها تقريبا على السي، فاللي عملها بيه هو حسبها له غلط، بس هي يعتبر نفسه ان هو جاب الفول مارك يعني. تمام، يعني اللي هيلاقي السؤال ده بس الواقع عنده. طبعا هيبان، هيجي لك الريبورت وهيجي لك كل حاجة، هيبان لك انت غلطان في ايه وايه اللي غلط. لو كانت الغلطة عندك في دي اعتبر نفسك انت جايب الفول مارك يعني. تمام، هو بيقول لي الماتريكس A، question number 5، الماتريكس A عبارة عن negative 1 negative 1 و 5 و 13 و negative 1 و 0 و A plus B equals 1 و 0 و negative 1 و 0 و 1 و 2. find the matrix B. بمنتهى البساطة حضرتك هتبدأ تعمل substitution، يعني تشيل ال تشيل ال A وتحط مكانها ال A اللي موجودة اللي هي negative 1 negative 1 و 5 و 13 و negative 1 و 0 plus B equals 1 و 0 و negative 1 و 0 و 1 و 2. بعد كده حضرتك هتاخد الماتريكس دي اللي هي بتاعت ال A توديها بالماينس، يبقى فاينالي هتوصل ان ال B equals 1 و 0 و negative 1 و 0 و 1 و 2 minus negative 1 و negative 1 و 5 و 13 و negative 1 و 0. هنطلع ناتج الماينس بتاعك، بمنتهى البساطة هيطلع 2 1 و negative 6 و negative 13 و 2 و 2. تمام، آخر سؤال، لا لسه في 6 اهو، question number 6 بيقول لي given that zero, O is a zero matrix of the order 1 by 3 find O minus 1 2 3. طبعا يعني معنى كده 0 0 0 minus 1 و 2 و 3 0 minus 1 negative 1 0 minus 2 negative 2 0 minus 3 negative 3 والانسر دي هتلاقيها موجودة عندك في multiple choice. question number 7 بيقول لي if the matrix A is added to a zero matrix is the result equal the matrix A. طبعا هو بيقول لك yes or no. طبعا yes. تمام، لان طبعا A plus zero matrix equals نفس الماتريكس، اي ماتريكس plus zero matrix يديني نفس الماتريكس. فاهمين يا شباب؟ طبعا انا يعني شايف ان في حد عملها نو، بس طبعا اي ثينك كده ان الناس فهمت من اخطائها يعني، او اتعلمت كده اخذت بالها هي غلطت في ايه. لحد كده في مشكله؟ طيب في بس فكرة حابب ان انا اتكلم عنها، بوسين افتح الميوت بعد اذنك وتكلمي معايا يلا كده. حاضر. How can we solve this equation or how can we find the value of x? How can we find the value of the matrix x? تعالي نتناقش مع بعض بصوت عالي. سامعيني صح؟ تعالي نتناقش، بقول لك مع بعض بصوت عالي. هنا عندك الايكويشن x plus 2x transpose equals 9 و 14 و 13 و 6. Okay, I want to find the matrix X. The equation consists of how many unknowns? Two unknowns, bravo Alec. Mean or mean? X will X transpose. Perfect. X will X transpose. But I have X plus. انت سامعني كويس ولا في ديلي في الصوت؟ هو الصوت بيقطع بس. طيب